وصاموا عن طعام بطونهم عن سفكهم لدمائهم ما صاموا. مهرجان جزيرة السورية الشعري الأول الذي يقيمه فرع اتحاد الكتاب العربي في الحسكة تضمن قصائد فصحى ذات مواضيع وطنية وقومية ووجدانية منوعة، شارك فيها عدد من الشعراء من أبناء المحافظة. محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح خلال حضوره المهرجان أكد أن المهرجان موقد أمل ونور في وجه من يحاول نشر الظلام والعتمة، وأن الرسائل والدلالات التي يتناقلها فرسان الكلمة يؤكد انتماء الإنسان السوري وتجذره بتراب وطنه. يعني من خلال هذا المهرجان، مهرجان الجزيرة، مهرجان الكلمة، مهرجان الشعر، مهرجان القلم، يعني من خلال هذا المهرجان حبينا نوصل رسالة للقاصي والداني، حبينا نوصل رسالة للمجموعات الإرهابية ومن يدعمهم بأن كلمة القلم والكلمة الحق هي أهم من القنابل وأهم من الرصاص وأهم من الصواريخ وأهم من كل ما يمتلكون من أسلحة وذخيرة لتدمير هذا الشعب. نقول لهم من محافظ الحسكة، من قلب الجزيرة، أن شعرنا وكلامنا ومحبتنا وأخلاقنا يجب أن يقتدوا بها. المشاركون أكدوا أن رسالة عهد المثقفين مستمرة تقام جنبا إلى جنب مع السلاح حتى تبقى راية الوطن خفاقة بالعز. توجه هذا المهرجان رسائل عدة إلى الوطن وإلى إلى الأعداء وإلى المحتل الذي يحتل أراضينا، ويوجه رسالة دعوة للإنسانية ولعزة الإنسان ولكرامة الإنسان، والنقطة الأهم هي التجذر والتشبث والتوحد بتراب سوريا والهوية السورية التي هي الأغلى على قلوبنا والتي لا بديل عنها ولا محيد. الشعراء الذين شاركوا اليوم أرادوا أن يقولوا إن هذه الأرض، أرض الجزيرة، هي جزء عزيز وسيبقى جزءا عزيزا من جغرافيا الوطن ولا يمكن التنازل عنه. وتستمر فعاليات المهرجان بإقامة لقاءات شعرية في مدينتي الحسكة والقامشلي. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.